أستعمل الإله من كيران أستعمل العزيز أفتتي تقدم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تصرف ميزانية الدولة خزينة الدولة 8 مليار سنتيم سنويا على المعاشات الاستثنائية والتكميلية وفي مقدمتها معاشات الوزراء ومعاشات الموظفين السامين. احنا سؤالنا السيد الوزير محدد، اولا كم عدد المستفيدين من هذه المعاشات التكميلية والاستثنائية؟ ما هي فئات المستفيدين؟ ما هي الشروط التي تعتمدها الحكومة في صرف هذه الاستفادة؟ ما هي المساطر المتبعة للتأكد من أحقية المستفيدين مما يستفيدون؟ وشكرا. بالنسبة للمعاش البرلماني، أولا معاش البرلماني هذا شأن برلماني خاص، نحاول ما أمكن إحنا في الحكومة نخرج فيه إلا إذا دعينا إلى ذلك من قبل رئاسة البرلمان. المشكل اللي جعلنا إحنا نثيروا هذا الموضوع السيد الوزير ماشي هو الغلاف، الغلاف اللي كتصرفوه حنا من الساعه الاولى ملي قلنا 8 ديال المغرب، بناء على معلومات ربما ما كانش دقيقه، ما كنقولوش باللي هو شيء كثير، ولكن حنا من الناحيه المبدئيه بكل صراحه السيد الوزير، حنا دوله اسلاميه والمبادئ ديال الاسلام كتبني على ان الدوله كتهتم اول ما كتهتم بالضعفاء والفقراء والمحتاجين. وسيدنا عمر كان كيقول الكرشوم اللي كتبدا تغرغر غرغيري او لا تغرغيري فلن تذوقي سمنا ولا زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين او ضرر المسلمين. فباش تهتموا بالوزراء السابقين مزيان، ولكن خص اولا وقبل كل شيء تهتموا بعموم المواطنين الذين ليس عندهم شيء. اما الوزراء السابقون في الغالب يتدبرون شؤونهم، في الغالب كاين فيهم ناس شرفاء اللي ما تيرضاوش يمدوا يديهم، وحنا كيأسفنا بكل صراحه نسمعوا بان بعض الوزراء تيجمدوا الانشطه ديالهم الاقتصاديه باش يكون عندهم الحق في هذا المعاش. ولهذا فالقضيه بالدرجه الاولى السيد الوزير مبدئيه، القضيه بالدرجه الاولى قضيه سياسيه، بغينا المواطنين يعرفوا هذا الشيء، لان حتى من حيث البيان، من حيث البيان السيد الوزير كنبغيوكم تبينوا كما بحال من اللقاء بيني وبينكم، الكلام في المجتمع كثير على الاجور الوزراء، على التعويضات، على التعويضات ديالكم السيد الوزير، على 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 التعويضات ديال النواب البرلمانيين، على التقاعد ديال البرلمانيين، والناس تيقول واش معقول هذا الشيء في الوقت اللي البلاد في هذه الوضعيه والفقراء في هذه الوضعيه. فحنا بغيناكم تطمئنوا المواطنين، فاذا كان عندكم شي حاجه ما تزيدونا باش تزيدونا طمئنا. شكرا لكم. لا ماشي الريع، لا اسمح لي، واحد الانسان وزير بغيت يغدا تلقى غارديان عاوتاني ماشي معقول. لا ولكن ولكن شويه غير شويه يخص يكون فعلا هذاك، ما يمكنش واحد الانسان وزير غدا